الثورة الجزائرية تستقبل عامها الثالث بعد أن نجحت بتظاهراتها المتواصلة على إجبار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي عن السلطة. الجزائريون خرجوا مرة أخرى في الذكرى الثانية للثورة ليعيدوا أجواء الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 من شباط 2019 رفضاً لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة قبل أن يتحول إلى مطالب بالتغيير الشامل للنظام. قبضة الجيش والرئيس عبد المجيد تبون التي تمسك بالسلطة الآن لم تحقق للثوار مطالبهم، واستمرت بحملات من الاعتقالات والملاحقات القضائية للنشطاء والمعارضين والإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من أجل منع الحراك من الاستمرار. وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية فإن الثورة في الجزائر كانت تستحق مصيراً أفضل، لكن ثمة محاولات تسعى لتهدئة الشارع الجزائري بدأت بإطلاق سراح العديد من النشطاء وحل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 6 أشهر كحد أقصى. الحراك الجزائري الذي لا يزال يتمتع بقوة وإصرار على الاستمرار بالتظاهرات لإنهاء الدولة العميقة التي يمسك بها الجيش يطالب بالتغيير الجذري للنظام بعيداً عن الحلول الشكلية التي لا تلبي طموح الثوار.